بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي كابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال. منور يا كابتن. نروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن. هو محمد عادل الحكم الدولي كان حكم الميدان، معاه مساعد رقم واحد شريف عبد الله من الحكام المتميزين جدا، حكم مساعد رقم واحد. وكان المساعد رقم ثاني ايضا محمد عزازي من منطقه القاهره، حكم الرابع محمد فاروق، وكان على الفار صبح العمراوي وحماده القلاوي من اسكندريه ومن السوهاج. الحاله الاولى مهمه جدا جدا كابتن ايمن، هنتكلم فيها اللي حاجه اسمها تعمد اللعب او ديبريتلي بلاي من المدافع. دي حاله مهمه جدا جدا هنتكلم فيها اثناء الحلقات، بس هنشوف الاول هنا ستوب. هنا الكل تخيل ان حسين شحات تسلل، ولكن خلينا نشوف مين اللي لعب الكوره كابتن. هرجع كده هنا. هنا فعلا حسين الشحات في موقف، بس هنقف 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 هنا. هنا فعلا حسين الشحات في موقف تسلل. هنا في حاجه اسمها ديبريتلي بلاي اللي هو تعمد اللعب من اللاعب المدافع. حتى لو حسين الشحات في موقف تسلل والكره تاتي من راس المدافع وتروح له، يستمر اللعب، مفيش تسلل. دي حاجه بنقولها للعيبه. ليه؟ ربما يمكن حسين الشحات يمكن حس ان هو يعني تسلل، وبالتالي هنا كان يجب عليه ان هو يعني يكمل ياخدها بجديه، الفرصه ياخدها. وهنشوف كده اللعبه، وهنشوف نمشي شويه، نمشي هنا خلاص هو انفرد هنا، كان ممكن يدوس ويحط وجه. ولكن انا بتكلم الكره دي لعيبه متعمد يلعبها لورا بالظبط كده. ده التعمد. طالما انا طلعت من الارض كابتن احمد، يعني ايه تعمد لعب؟ تعمد لعب ان انا اروح للكره واطلع اعمل ارتقاء والعب بدماغي، او انا اروح الكره والعب برجلي. لو احنا لاحظنا تاني دي حاجه مهمه جدا. هو قالش يعني هو انا طلعت من الارض، طلعت من على الارض، قالش الكوره تبقى اوف سايد؟ لا 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 لا. بص يا كابتن، انا العبره بايه؟ بان اللاعب النهارده كابتن علاء تحرك وطلع عمل ارتقاء، طلع. في فرق ان انا واقف مكاني والكره تصطدم بيا وتروح للاعب في موقف تسلل. انما انت كلاعب مدافع طلعت وعملت ارتقاء وبتلعب، بصرف النظر عن جوده لعبتك ايه هي؟ انا مش علاقه بيها، ولكن انا العبره بايه؟ بانك انت هنا في تعمد لعب من اللاعب المدافع. نمشي ونشوف، نمشي بالكره ونشوف. دي حاله مهمه جدا. وهنا لو كان جه هدف كان الهدف هيتحسب. أيوة. انا هنا بشيد بالحكم المساعد. هو الحكم المساعد هنا شاف مين اللي لعب كابتن. أيوة. علاء هنا بقول هنا في الكوبريشن بتوين بين الريفري اند اسيست ريفري، التعاون ما بين الحكم والحكم المساعد. هو هنا بيقول له مين اللي لعب. أيوة. المدافع ولا المهاجم؟ الحكم هنا ليه دور في ان هو يتعاون مع الحكم المساعد ويقول له لا ده اللي لعب هو المدافع، وبالتالي هنا يستمر اللعب. حاله طبعا حاله من الحالات المهمه كانت في الشوط الاول، تميز للحكم فيها وتميز للحكم المساعد شريف عبد الله. نروح للحاله اللي بعد كده. نتكلم على استمراريه اللعب واتاحه اللعب والفرصه. نروح دي انا بقول لمحمد عادل كان يجب عليك انك انت تخلي اللعب يتواصل. خلينا يعني هنا في اللعبه، هنا الكره راحت، نرجع تاني هنا. انا هنا كحكم بساعد على استمراريه اللعبه كابتن علاء. انا شايف ان هنا في مخالفه. هنا في مخالفه، تمام تمام، نمشي. هنمشي، المخالفه موجوده. الكره راحت لمين؟ هنا. كان يجب خلي اللعبه تواصل، لان دي هجمه تعتبر هجمه كابتن. وعده احساس ان سيرجي اكا كان هيلحقها الاول، هو حس بكده. بص بص يعني لما تحس ان سيرجي اكا كان ممتاز ممتاز. انا كحكم بدل افضليه، لو سيرجي اكا راح خدها هرجع احسب المخالفه. ما عنديش مشكله، انا عندي النهارده قانون بيديني اكتر من اختيار كابتن اسامه. نمر ونروح للحلقه اللي بعد كده. نشوف نفس اللعبه هنا ستوب. نفس اللعبه هنا 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 في مخالفه، وبالتالي الكره بتروح للاعب الاهلي. هو هنا الحكم صفر. طيب يلا شوف تاني هنا نفس الشيء، كان ممكن يخلي اللاعب ويمشي، ولو حصل ان اللاعب الابيض خد الكره هرجع واحتسب المخالفه. دول حالتين ورا بعض. نمر نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف هنا هذه المخالفه. نشوف اسلوب الدخول او طريقه الدخول هنا في اللاعب. هنا هو دخل في البطن، هو جاي من سرعه وجاي من قوه في لحظه ان اكرم جاي بيطلع، شاف ان هنا في مخالفه وكان يجب اشهار البطاقه الصفراء هنا للاعب الجونه. تهور الجونه يا كابتن ولا اكرم؟ لا لا، اكرم هنا نجح في ان هو يلعب الكوره كابتن. انا رايح للكوره، انا هنا بس يا كابتن. هل هو سرعه اللاعب هنا دي يعني غصب عنه بعد وحاول يوقف؟ ماشي، انا ممكن اعمل سرعه لاعب وارتكب مخالفه. تمام، ارتكبت المخالفه. أيوة. يبقى انا بحاسبك على المخالفه، ولكن أيوة. هنا بقول كان ممكن صح. هنا يشهر البطاقه الصفراء. أيوة. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هنا هو هنا
تميز هنا لمحمد عادل الكابتن ايمن، وهقول لك تميز ليه. هنا خلى اللعب يتواصل ونمشي 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 ونشوف الكره هتطلع رمي التماس، هيرجع يدي البطاقه الصفراء للاعب زبون. ليه؟ ليه؟ ده اللي احنا كنا بنقوله من شويه. نرجع باللعب الاول نشوف هذا اللاعب ارتكب مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء. هنا هنا ستوب، هو هنا اللاعب هنا ارتكب المخالفه صح. بس مشى اللعب، انما هو كان عنده قراءه كويسه جدا جدا. اللاعب الان خد الكوره وراح ومشي، ساب اللعبه تواصل ورجع هنا ادى الانذار طبقا للقانون. دي حاله من حالات التميز لحكم المباراه صح. دي بنقول عليها التوقع والقراءه الجيده للمباراه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا، تسلل عند محمد عزازي مساعد رقم 2. بقول ان النهارده 200 مساعدين كانوا هايلين جدا جدا. شريف عبد الله في اللعبه في الدقيقه 18، وهنا رابط كويس قوي، وقفته في الكره دي هايل الايمان، رابط كويس قوي اول مساعد. وكمان اللعبه متحركه كابتن علاء، ان هو محتاج يعمل ثلاث حاجات: يعمل سبرنت يقدر يواكب اخر ثاني مدافع، يقدر يربط ما بين اللعب اللمس وموقف تسلل، وبالتالي هنا اشار على تسلل، وهنا بشيد بمحمد عزازي اللي هو المساعد رقم 2. نروح للحاله تقريبا الحاله اللي جايه ونشوف هنا حاله من الحالات اللي انا شايف ان هي يعني خرجت الكره خارج منطقه الجزاء، يعني حاله من الحالات الصعبه. ولكن انا هنا بقول ايه اخر حاجه، بقول الحكم لو انا جبت تمركز الحكم، حاله من الحالات مهمه جدا جدا، ودي حاله تعليميه للحكم. نرجع تاني بسرعه وخلاص وهنقول اخر حاله. هرجع تاني لللايف بتاعها ونشوف هنا هنا ستوب. هنا الحكم عشان اقدر اقول ان الخط ده يا كابتن ده بتاع الحكم، لازم اجي كده، دي بتاعه الحكم، انا لازم الحكم يجي شويه شمال قوي عشان التمركز يبقى صحيح، بحيث ان انا اشوف الكره دي هل هي خرجت خارج منطقه الجزاء ولا ما خرجتش. محمد عادل وقف بس مكانه، بس يا كابتن نصر وكابتن محمد عادل يعني حتى الكره راح لحارس المرمى حتى بالظبط ما اداش اهتمام ان هو يكمل اللعبه. ماذا لو الحارس خرج بيها يا كابتن علاء؟ ما هي هو مسؤوليه مين؟ هو طبعا، لكن هو تاجيله ليها ان الحارس هياخد ويلعب، الحارس هياخد ويلعب، ولكن بيقول الحكم من فضلك لا تامن غادر المباراه صح. هذه الحاله لابد كده يبقى التمركز فيها جيد، لانك انت الخط ده خط بتاعك مش بتاع المساعد رقم واحد ولا بتاع الحكم رابع ولا بتاع الفار. طبعا بتمنى للتحكيم دايما ان هو يبقى موفق، ونتمنى المباراه اللي جايه ان شاء الله الاهلي يبقى فيها موفق باذن الله. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس.